وزي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والزيارة بتتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس المصري والرئيس الصيني، لقاءات كمان مع كبار قيادات الدولة الصينية، وأيضا حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة، ماذا يعني تخبئ هذه الزيارة من مستقبل أفضل للعلاقات المصرية الصينية سواء على المجال الاقتصادي أو المجال السياسي؟ معنا على الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، للحديث عن كيفية الاستفادة من هذه الزيارة. أهلا بك يا دكتورة، وبالتأكيد زيارة مهمة جدا للرئيس في توقيت غاية في الأهمية. ملفات عديدة يعني موجودة على مائدة الرئيس المصري بصحبة الرئيس الصيني شي جين بينغ. قراءتك الاقتصادية لهذه الزيارة ممكن تبقى عاملة ازاي؟ كيف يستفيد الجانب المصري أفضل استفادة ممكنة من التنين الصيني الصاعد في هذا الوقت تحديدا؟ في البداية فندم، أهلا وسهلا بحضراتكم وبمشاهدينكم الكرام. لا شك أنه حالا ومآلا هناك حالة من شراء المستقبل. التناغم الموجود بين الدولة المصرية والصينية في أكثر من مجال، سواء العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الحضارية، وغني عن البيان والتعريف متينة وقوة هذه العلاقات والمواقف، وهي الحقيقة نتاج سنوات من القواسم المشتركة اللي أطفت كثير من الدفء على هذه العلاقات. وعندما نتحدث عن توقيت هذه الزيارة، لا شك أن هذه الزيارة بتأتي في وقت هام جداً، لأن العالم يموج بمتغيرات ومعطيات وتصاعد الأحداث، ويمكن تحول إلى بقاع ساخنة. الحقيقة التعاون المشترك بين مصر والصين نجح من خلال القواسم المشتركة اللي تحدثنا عليها. فإحنا الحقيقة في مصر لدينا علاقات عنوانها المسندة، لأن إحنا الحقيقة ودنا من العلاقات المصرية على استقبال اولا الاستثمارات وجلب رؤوس الاموال وتعزيز العلاقات الاقتصاديه. وعندما نتحدث عن التكنولوجيا طبعا مفصليه هامة في الانطلاق والتنميه، والصين بتعتبر الحقيقه مصر قاعده للانطلاق نحو العالم العربي. الأمر الثاني إن الحقيقة خلال الدلالات الاقتصادية اللي احنا بنتحدث عنها، لا شك أن هناك ملفات اقتصادية بيننا وبين الصين. لا ننسى أن هناك عدد من الشركات الصينية الكبيرة بالسوق المصري، منها 140 شركة في محور قناة السويس تحديدا بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات كبيرة، ويعمل فيها حوالي 5000 من الأيدي العاملة بالإضافة إلى العمالة المباشرة. الحقيقه الملفات الصينيه المصريه الاقتصاديه واعده، وعلى راسها طبعا استجلاب التكنولوجيا، لان الحقيقه التعاون المصري الصيني في مجال قطاع الاتصالات والتكنولوجيا هو من اهم الملفات والشراكات الناجحه اللي بتعكس التقارب بين البلدين، خصوصا ان الشركات الحقيقه الصينيه عززت تواجدها بالسوق المصري من خلال المشاركه الآلية اللي يمكن بينها وبين الحكومة المصرية نحو الحوسبة السحابية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي، من خلال تواجد الشركات الصينية بالسوق المصري والتي تعمل بأحدث التقنيات. طبعا احنا عندنا برامج للتدريب وإعداد الكوادر، ولا ننسى المنصة السحابية اللي موجودة حاليا في مصر، أقامتها الصين باستثمارات تقدر ب 300 مليون دولار، لتكون أول شركة تطلق سحابة عامة في مصر تغطي هذه المنصة السحابية الجديدة 28 دولة أفريقية، وبتدعم التحول الرقمي في الصناعات المختلفة. طبعا الصين أقامت التكنولوجيا السحابية بمصر باعتبار أننا بوابة العبور بالنسبة لقارة أفريقيا وأيضا قارة آسيا وأوروبا، ويمكن ده يخلينا نروح لمبادرة الحزام والطريق، وكيف أن هذه المبادرة التي تحمي طريق الحرير القديم، وكيف أن الصين بتعتبر مصر هي قلب عملية أو مبادرة الحزام والطريق، باعتبار أن احنا الحقيقة أيضا بنعتبر مبادرة الحزام والطريق يعني في قلب رؤية مصر 2030.
هناك حرص طبعا من القيادة السياسية في هذه الزيارة على مقابلة ابتكار الرئيس السياسي اللي بيتبعه في كل زياراته الخارجية، على مقابلة رؤساء كبريات الشركات العالمية اللي خصوصا بتحب يعني تأتي إلى سوق المصرف استثماراتها. فنعرض السياسة النقدية بيننا الصين، لأن احنا الحقيقة لدينا مع الصين تجربتين مهمتين جدا في السياسة النقدية، وهي عملية مبادلة الديون عندما وقعنا مع الصين مبادلة الديون بمشروعات التنمية. الحقيقة ده فكر للتمويل المبتكر اتبعته الدولة المصرية مع الحكومة. إذن يعني هي شراكة استراتيجية هامة بين البلدين، وحضرتك اتكلمتي عن الشراكة في مجال الاتصالات ومجال الطاقة. خليني أسأل حضرتك، يعني هذه الزيارة بتأتي تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين، هل الفترة المقبلة يمكن ستشهد ارتفاع في مستوى الشراكة الاستراتيجية دي والتأثير الإيجابي من ده إيه؟ بالتأكيد يا فندم، وهنا يمكن في سؤال بيطرح نفسه، إيهما يسبق الآخر؟ ولكن هي في الحالة الصينية المصرية هناك نمط فريد من هذه العلاقة عنوانه المساندة المتبادلة والنقد المستقبلية لهذه العلاقة، بتعالج دائما على التفكير الاستراتيجي من منظور. صوت حضرتك يا فندم بس مش واضح، لو حضرتك تكوني في مكان فيه شبكة أكتر. كنت بكلم حضرتك على أساس أمن الاقتصاد، ولكن في الحالة المصرية الصينية هناك نمط فريد من العلاقة عنوانه المساندة المتبادلة، ولذلك النظرة المستقبلية للعلاقة دي بتعرج على التفكير الاستراتيجي اللي بيتبع منظور المصلحة الاقتصادية في زيادة الاستثمارات. وعشان كده احنا بنقول ان زيادة الاستثمارات ورؤوس الأموال اللي يمكن تضخ في السوق المصري بتعود بالمردود الإيجابي أولا على مواطننا المصري. يعني احنا هنتكلم عن التأثير الإيجابي لجلب الاستثمارات الصينية أو زيادتها في السوق المصري، لأن هي على رأس الموضوعات وأولوياتها، وعلى يعني في سلم الأولويات الحقيقة أن يكون هناك تشغيل وفتح آفاق جديدة لفرص التشغيل. طب أنا بس عايز أستغل القصة دي يا دكتور، وسؤالي الأخير، توطين الصناعة، استغلال مصادر الطاقة المتجددة أو مفاتيح الطاقة المتجددة لدى الجانب الصيني، وخصوصا في مجال السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء، استغلال منطقة قناة السويس، كيف يمكن أن تكون هذه الزيارة مفتاح لهذه المحاور؟ بالتأكيد الصين يعني دولة الحقيقة متقدمة جدا في هذا المجال، وإحنا لدينا بنية تحتية سليمة وعدنا محور قناة السويس، ومهيئ لاستقبال استثمارات جديدة الخاصة بتوطين هذه الصناعة. ويمكن الحقيقة في الفترة الفائتة يمكن شهدنا افتتاح بعض الصناعات التكنولوجية اللي تم افتتاحها منذ أسابيع بشراكة صينية. الصين متفوقة في ملف الطاقة المتجددة، خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والحقيقة هي بتسعى لزيادة عملية المشاركة في السوق المصري بالنسبه لهذا الملف الواعد، لان مصر الحقيقه لديها كل الظروف التمكينيه والمزايا التفاضليه لاستقبال هذه الاستثمارات في مجال الطاقه المتجدده، باعتبار ان لديها خطتها الطموحه ليكون لديها مزيج من الطاقه يصل الى 42% من اجمالي الطاقه بحلول 2035. الحقيقه الواعده و يعني ملفات متعدده يتم طرحها، ولكن احنا على رأسها طبعا ان احنا بنهتم في هذه المرحلة بتعميق الصناعة المصرية وتوطينها، وان يكون على رأسها ملف التعريف التكنولوجي. فأصبحنا في الثورة الصناعية الرابعة وعصر التكنولوجيا والحوسبة الفائقة، ومصر الحقيقة بتخطو خطوات واسعة نحو توطين الصناعة على أحدث التقنيات والوسائل العلمية، بل هي ربطت ايضا التعليم بالمعرفه. صحيح. وايضا ربطته بسوق العمل. صحيح. والتقدم وتدريب المواهب الشابه. صحيح. على اي حال بالتاكيد ملفات كثيره تنتظر الرئيس المصري بصحبه الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمه الصينيه بكين، القت الضوء عليها وحللتها الدكتوره
وفاء علي استاذ الاقتصاد والطاقه اللي كانت منورانا في اتصال هاتفي النهارده في صباح الخير يا مصر. يعني على كل حال الشعب المصري والصيني في الحقيقه يعني لديهم تاريخ حضاري كبير يعني، وهناك قواعد راسخه ما بين العلاقات السياسيه والدبلوماسيه بين البلدين. اكيد يعني هذه الزياره هامه وستاتي بثمار اكيد مزيد من التعاون بين البلدين، سواء في المجالات العده اللي اتكلمت عليها دكتوره وفاء، سواء مجال الطاقه، الاتصالات او غيره او غيره.